مرحبا بكم مشاهدينا إلى أخبارنا الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. وقف عملية الحفر والتنقيب عن الغاز الصخري بعين صالح، ووفد وزاري رفقة خبراء الطاقة يزور المنطقة يوم الثلاثاء. تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل قريبا، والجزائر تستعد للجولة 13 لمفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. أهلا بكم من جديد. في آخر تطورات احتجاج سكان منطقة عين صالح حول برنامج استغلال الغاز الصخري بالمنطقة، قررت السلطات الوصية وقف عملية الحفر والتنقيب عن هذا الغاز بحوض أحنات مؤقتا، حيث من المرتقب أن ينتقل هذا الأسبوع وفد وزاري رفقة خبراء الطاقة للمنطقة، وذلك لعقد ندوة حول الغاز الصخري. وهو ما أكده لنا رئيس دائرة عين صالح مولاي عبد القادر في اتصال هاتفي سابق. الاحتجاج السلبي حاليا راني من تاع المجتمع المدني، الانشغال تاعهم الوحيد والاول والاخير وهو وقف التنقيب عن الغاز الصخري. العريضه تاعهم والمطالب تاعهم وصلت للقياده المركزيه، وفيه جاء وفد وزاري وخبراء يوم الاربعاء يحل بعين صالح ان شاء الله، يكون نقاش ما بين المجتمع المدني وهذا الخبراء. نعم. زيد على هذا الآبار اثنين خلقوا، والبير الأخير الثالث لأنه أعطي التعليمة باللي آخر بير هذا اللي راح الآن الحفارة فيه ضروك راح ما بين جهات المعنية كيفاش توقيف الحفارة، هذا آخر بير وتكون آخر استغلال إن شاء الله. وفي ذات السياق، كشف الأمين العام لنقابة عمال نقل الغاز عبر القنوات لمجمع سوناتراك حبيب حطاب أن اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري سيساهم في بناء الاقتصاد الجزائري. وفي خبابة في التغطية، الغاز الصخري يعني كاين ناس خبراء لاباس بهم، واللي هما اللي يعرفوا هذا الشيء واش كاين يعني أثر على يعني البيئة ولا لا، ناحية اقتصادية يعني الانهيار تاع سوق النفط العالمي حاجة مليحة، لازم ضروري باش نروحوا للغاز الصخري. إلى شأن آخر الآن، فبعد تزكية الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد لعهدة جديدة، طمأن هذا الأخير بأن تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر سيكون في القريب العاجل، وسيمس العاملين في القطاع الخاص والعام، كون إلغاء هذه المادة أقول هي مرسوم رئاسي. محمد سعداوي. Je pense qu'on en a discuté aussi la question, mais je vous tranquillise, cher ami. C'est un acte décisionnel du président de la République qui concerne l'ensemble des salariés qui soient dans la fonction publique, dans le secteur public et dans le secteur privé. بحضور أعضاء الحكومة وممثلي أرباب العمل، اكتسب المؤتمر 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين صفة ثلاثية. وخلال المؤتمر تحدث المتدخلون عن الجهات الثلاث عن ضرورة السير في مخطط الحكومة التقشفي. تفاصيل أكثر في تقرير محمد سعداوي. اجتماع 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين جاء بنكهة الثلاثية بحضور كل من الحكومة وأرباب العمل، والكل اجتمع على ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب في أزمة انهيار أسعار البترول التي كانت الموضوع الأول في المؤتمر. Mais pour passer ce cap, nous devons tous, travailleurs et chefs d'entreprise, nous mobiliser pour apporter notre contribution à l'aboutissement du processus de réforme économique structurelle que les plus hautes autorités du pays souhaitent mener à bien. Nous restons convaincus que ces réformes sont indispensables pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens et nécessaires pour favoriser l'investissement et dynamiser notre économie. الحكومة انتهجت خطة تقشفية وعتها منظمات أرباب العمل، وأهم حلقة في إنجازها هم العمال الذين أكد أمينهم العام لخمس سنوات القادمة بأن السير في مخطط الحكومة أكثر من ضروري. دور تاعنا كصحافة أولا، كمواطنين، كجزائريين، مهما كانت درجة المسؤولية، سواء في الأحزاب أو في الدولة أو في النقابات أو في الاتحاد، أن اليوم نشمروا على درعنا باش نخلقوا معجزة في الميدان الاقتصادي، في الميدان الاجتماعي وفي الميدان التشغيلي.
حركت أسعار النفط الحكومة بمخطط تقشفي، فهل ستركب الجبهة الاجتماعية في الخط تحت قيادة أمين عام سائر الجزائر في عدة مراحل؟ أكد مدير متابعة الاتفاقيات التجارية والتعاون بوزارة التجارة سعيد جلاب أن الجولة 13 من مفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ستنطلق قريبا، مشيرا إلى أن الجزائر حضرت أجوبة عن الأسئلة 134 التي تلقتها من طرف بعض الدول الأعضاء في المنظمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا. خلال الثلاثي الأول تكون فيها جولة 13 لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة. كما تعرفون كانت جولة 12 في شهر مارس 2014، وبعدها كانت عندنا 134 سؤال من الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول كأستراليا ونيوزيلندا. تم الآن مع التنسيق مع كل وزارة، بأن الوزارة التجارة هي اللي تنسق إعداد الأجوبة لهذه الأسئلة، دونك تم التنسيق مع الوزارات تم إعداد الأجوبة لها. بهذا نأتي إلى نهاية أخبارنا الاقتصادية، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.